هقول لكم عن يوم الأربع. بابا يسوع ساب الهيكل وقضى يوم الأربع في بيت عنيا بيعلم التلاميذ. وفي الكنيسة بنركز على حدثين مختلفين حصلوا، واحد بنشوف فيه محبة كبيرة والتاني بنشوف فيه خيانة كبيرة. بنشوف الحب الحقيقي لما امرأة جابت إزازة برفان غالية جدا جدا ودلقتها بكل سهولة وفرح على راس بابا يسوع. هي عملت كده وادت أغلى حاجة عندها علشان تبين لربنا هي بتحبه قد إيه، وإن مفيش أي حاجة عندها أهم من ربنا. ده بيعلمنا إننا المفروض دايماً ندي ربنا أحسن حاجة عندنا، وإن مفيش حاجة في حياتنا تيجي قبل ربنا. وفي نفس اليوم بنشوف العكس خالص، بنشوف موقف زعل ربنا جداً، يهوذا الإسخريوطي واحد من تلاميذه وأقرب أصحابه خانوا. قادرين تصدقوا؟ راح يهوذا الرؤساء الكهنة وقال لهم تدفعوا كام وسلمكم يسوع؟ وافقوا انهم يدوه 30 من الفضة. يهوذا سلم يسوع للموت. يهوذا باع بابا يسوع علشان الفلوس. علشان كده كل مرة بنعمل خطية احنا بنخون ربنا زي يهوذا، وبنوجع بابا يسوع اللي احنا المفروض نحاول حياتنا كلها نعمل زي المرأة سكبت الطيب اللي ادت بابا يسوع اغلى حاجة عندها بحب. هو حبنا الاول ومات واتصلب عشاننا، دي اقل حاجة ممكن نعملها قدام اللي عمله. ياه يا بونا، ده فعلا بيخلينا نفكر ونحاسب نفسنا. طب هو احنا بنعمل اي حاجة مختلفة في بصخة يوم الاربع يا بونا؟ أيوة يا جوزيف. ولما قرب عيد الفطير الذي هو فصح اليهود، كان الكتبة ورؤساء الكهنة يطلبون كيف يهلكون يسوع، ولم يعلموا ماذا يصنعون لأنهم كانوا يخافون من الجمع. فوجد الشيطان له مسكنا في قلب رفيقه يهوذا الإسخريوطي، وكان هذا محسوبا في عداد التلاميذ، وكان شيطانا كقول الرب. فمضى وخاطب رؤساء الكهنة والصدوقين ليسلمه إليهم. من أول الساعة الأولى ليلة الخميس الكنيسة بتوقف كل أنواع السلام مع بعض، وكمان مش بنبوس الإنجيل ولا الأيقونات، وبنعمل كده عشان نفتكر قبلة يهوذا الخداع ليسوع. وبيردد الشمامسة المزمور 55 لحن أفيتشي نول، ألين من الزيت كلماته، وهي سيوف مسلولة اللي بتعبر عن خيانة يهوذا. وعلشان ألام بابا يسوع ابتدت بخيانة تلاميذه بنقرأ جزء من سفر أيوب يوم الأربع في الساعة السادسة، علشان نفتكر الشبه بين الأحزان والألام اللي مر بيها أيوب وبابا يسوع. إيه اللي حصل بعد الخيانة يا بونا؟ بكده نكون وصلنا ليوم الخميس. بابا يسوع قال لاتنين من تلاميذه يدوروا على راجل شايل جرة مية، وهو ده اللي يروحوا معاه يجهزوا العيد الفصح في بيته. وبعد ما أكلوا التلاميذ الفصح مع بابا يسوع ابتدوا يتناقشوا عن مين فيهم أعظم واحد. فشرح لهم ربنا بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر والمتقدم كالخادم. وغسل ربنا رجلين التلاميذ قبل ما يأسس سر التناول، علشان يعلمنا إن قبل ما نتناول الإفخارستية لازم نعترف بخطايانا علشان ننظف قلبنا، ولازم كمان نكون متواضعين. انتوا قادرين تتخيلوا إن ربنا إله الكون ده كله نزل بنفسه عند رجلين التلاميذ وغسلهم؟ ده قد إيه ربنا متواضع ومحب وحنين. بعديها أسس بابا يسوع سر التناول المقدس، وأخد خبز بارك وكسر واداهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وأخذ الكاس شكر واداهم وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين، وقال اصنعوا هذا لذكري. أوه
أنا فاكرة أني بسمع ده يا بونا قبل المناولة في القداس. صح يا جوليا. طب إيه اللي بيحصل مختلف في الكنيسة في بصخة يوم الخميس؟ شوفي يا جوليا، صلاة الساعة الأولى بتبقى في الخرس الأول في الكنيسة، وستاير المسبح بتتفتح علشان الكنيسة بتستعد للقداس، وبيتقال مرد الإبراكسيس والتلات تقديسات بلحن البصخة الحزيني، وبتتعمل دورة يهوذا. دورة يهوذا؟ أيوة، دورة يهوذا لما بونا وشمامسة بيقولوا لحن يهوذا وبيلفوا جوه الكنيسة في اتجاه عقارب الساعة، وده عكس الاتجاه لأي دورات تانية في الكنيسة، وده بيرمز إن يهوذا خالف الناموس والكنيسة بترفض يهوذا. ولو ركزتوا كمان هتلاحظوا إن حتى الأدوات الموسيقية اللي بنستخدمها بنمسكها بالعكس، والألحان نغمتها بتبقى مليانة مرارة، وصلوات الساعة الثالثة والسادسة والتاسعة بتتصلى برضو بره الخرس الأول زي كل صلوات البصخة. بعد صلاة الساعة التاسعة أبونا والشمامسة بيلبسوا التونية ويبتدوا صلاة اللقان. صلاة اللقان؟ إيه اللي بيحصل في صلاة اللقان؟ في صلاة اللقان أبونا بيربط وسطه بحتة قماش طويلة وبيغسل رجلين كل الناس اللي في الكنيسة زي ما عمل بابا يسوع مع تلاميذه قبل الفصح، وده يعلمنا قد إيه مهم نكون متواضعين مع بعض. وبعد كده أبونا بيبتدي يصلي القداس. وعلى كده يا بونا، يا ترى قداس خميس العهد في أي حاجة مختلفة عن أي قداس تاني؟ أيوة، في قداس خميس العهد ما بنقراش الكاثوليكون والإبراكسيس والسنكسار وصلاة الصلح ومجمع القديسين، ده علشان الكنيسة بتبقى بتعيش أحداث أسبوع الألام، ويوم الخميس لسه ما كانش بابا يسوع مات وقام وصعد للسماء، وعلشان كده كأننا لسه مستنين المصالحة وقيامة القديسين اللي انتقلوا. أيوة أنا كده فهمت يا بونا. Thank you.